النفسية والوظائف العقلية هي أول متضرر من مادة الحشيش، أليس كذلك؟ وما هي هذه المشاكل اللي كتقدر تبان، يعني أمراض اللي كتقدر تبان ومضاعفات اللي كتبان؟ هنا هو اللي غنهضروا على المضاعفات. أول حاجة اللي كنقولوا هي لو سيندروم أموتيفاسيونيل، ولا بالدارجة كتاف كيبردو، ما كيبقاش باغي يخدم، ما كيبقاش باغي يمارس أي نشاط، كيبقى جالس الدار ما باغي يدير حتى شي حاجة. يمكن ما يكون عندنا واحد يدخل في حالة خصام سكيزوفرينيا، يولي كيسمع أصوات، يولي منقطع على العالم ومنقطع على الواقع، يمكن يعطينا حالة ديال القلق والهلع، يمكن يعطينا مشاكل في الذاكرة نوطامون لا ميموار دو ترافاي، ولا الذاكرة العملية. كيكونوا عندنا كيبدا ثنائي القطب اللي كيتغيزيلا بالاستعمال ديال هاد المواد. ولكن كما كنقولوا عاجلا ام اجلا ما كتخرجش السلمة. اكيد اكيد دكتور. واش هاد الامراض كتكون عند الجميع ديال المتعاطين، ولا حسب ربما الشخصيه ديال الانسان؟ لان ربما كيكون فيها حاله اكتئاب، كيكون فيها كما ذكرتم قلق او امراض ربما في المزاج، وكذلك خلل في الوظائف النفسيه الى غير ذلك. هنا غادي نطبق واحد النقطه مهمه. كاين الناس اللي عندهم واحد الارضيه، ولا كيكون بداهم مثلا اكتئاب، ولا بداهم فصام، وكيولي يستعمل الحشيش باش يحيد الاعراض ديالو باش يهدا راسو، ولا ملي كيكون بدا يستعمل هذه الماده عاد كيبانو على حساب الانسان. وعاد عندنا اللي كيكون ما عنده حتى شي ارضيه، ما عنده حتى شي مشكل، ومع المده كنلقاو داك السيندروم او موتيفاسيونيل، او لا عدم الرغبه في فعل شيء اللي هو كساف بارد. انا هنايا السيندروم او موتيفاسيونيل مع المده دائما غادي يجينا وغادي نلاحظوه في الشخص. على العلم ان هذه الماده ما بين المواد السهله اللي نقدروا نحيدوها اللي كانت عندها العزيمه. دائما طب الادمان كنبداو بالعزيمه بطبيعه الحال.